لا بستخدم يوتيوب بلندر جافه. غلط ولا صح بستخدمه؟ شو اسوي؟ خلاص ما الخلق ادور عليها. اوكي راح ابدا ادمج تحت العين. انا ابغى الميك اب يكون ثقيل اليوم، اوكي؟ عشان راح اسوي رسمه على وجهي اليوم، رسمه شو اسمه، شو يسمونه، ميك اب سينمائي. بنات ليتني ما قصيت غرتي، والله اني ابتلشت قسما بالله ما قصيتها، ماني عارفه وديها يمين ولا يسار. اوكي نبغى كذا مره 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 كونسيلر عشان نقدر نرسم على راحتنا. ارحبي، بالعكس حلو عليك والله. متقطع النت، انقطع الحين، تشوفوني ولا لا؟ الو، ليكون ما يسمعوني بنات؟ النت قطع ولا تشوفوني؟ يوم خرعتوني وانا قاعده اتعب على الفاضي. المهم دمجنا كل الوجه الآن. راح أستخدم الآن البودرة للتثبيت عشان أبدأ أشتغل براحتي وأبدأ أرسم براحتي. طبعاً مجهزة ألوان عشان نرسم ميك اب سينمائي. بس وين تخيلوا بودرة لورا مارسيل بنات، أحلى بودرة على وجه الأرض. في بعض البوادر اللي عندي صراحة بدون ذكر أسامي، في بعض البودرات لما أستخدمها إيش بدأ ينقطع النت. بس خليني أكمل السالفة بنات، توتروني. بعض البوادر لما تستخدمينها لما تصورين بفلاش تطلع تحت العين شو اسمه أبيض. لاحظت في مرة أنا مصورة لقطة، يا رب إنها عندي، تخيلوا استخدمت بودرة جديدة. المهم أصور سيلفي، تخيلوا سيلفي حتى بالفلاش العادي، شوف تحت العين كل أبيض. صرت أبعد عن أي بودرة غريبة. جيفنشي حلوة ما شفت منها شيء، بس لورا مارسيل تخيلوا مخلصة من عندي، بموت. رحت سيفورا قالوا مو موجودة، بقرن. أحلى بودرة على وجه الأرض، لو تحطين كيلو تحت عينك ما يبين ولا شيء ولا يخطط، تخيلوا. بس أهم شيء الترطيب، إذا ما رطبت تحت عينك يخطط، معروف. أنا رطبت عيني زين، والآن راح أستخدم البودرة بس إنها مخلصة، الله يلعن إبليس. طبعاً المفروض تحطون السفنجة المثلثة، عرفتوها؟ اللي تنحط تحت العين، دري وين هي؟ دري وين رقعة؟ والله مدري عمر وين حط أغراضي. راح أحط بودرة تحت العين، أوكي. أمانة يقولون أمانة كل يوم ميك أب، كيف إيش تبغين؟ وجهي فلوس الميك اب ولا فلوسي؟ خير انا قاعد اعلمكم، اعلمكم كيف تسوون. اليوم مو اي ميك اب عادي، اليوم ميك اب سينمائي، اوكي؟ فحاولوا قد ما تقدرون تكثرون بودره. لحظه، حواجبي بعد بثبتها، لان حواجبي مو مرسومه، هذه مو حواجبي حقيقيه. دقيقه كثر، يلا راح نخلي وعلى اللي يتحمس بالقبعه. راح نخلي الان البودره تحت العين، اوكي؟ راح اسوي اللوك هذا، بس ودي يا جماعه الخير اسوي شيء غريب معه. ودي كذا اسوي كحله سوداء، كحله سوداء كذا، اوكي؟ هذا بس ودي اسوي داخل عيني كذا كحله سوداء. ايش رايكم نغير؟ مو لازم يكون نفس الشيء ولا ايش رايكم؟ اوكي 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 راح اخذ الان بلت تارت من احسن البلتات الصراحه، يجنن 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 يا جماعه الخير، مره حلو احبه مره، بالذات درجه السواد عنده، ما احسها سواد اللي فحم يخلي عينش اسود مدري كيف. راح استخدم بيس نود على العين كذا. ايش الكونسيلر؟ استخدمت الكونسيلر الغامق للهالات والعيوب بشكل عام، كراميل اموت عليه. في برضو بسكت اللي هالاتها خفيفه يجنن، بس كراميل يا بنات جربوه بتدعوا لي. أنا عندي هالات وراثة ما تروح نهائياً، فأستخدم دائماً كراميل، لو ما أخذه معي أنهار، أنجن، والله أنجن، عادي أنجن، قسماً بالله. يعني لو ما اخترعوا ناس ذا الشيء كان جنيت، لأني جربت شو اسمه؟ أي براند، دقيقة خليني أورش إياه. نارس. مدري وين رقع، مدري وين، بعدين بورش إياه، اسمها نارس. الزبدة، فأقول إيش جربت كل الكونسيلرات، أحس لا، يقلب رمادي، يقلب رمادي، في كل مرة يقلب رمادي. إلا هذا ناسبني مرة، بس كل واحد يناسبه شيء يعني. بس أنا ناسبني هذا عن تجربة الصراحة. أوكي حطيت بيس نود. بنات أخاف إني أبتلش صراحة، بنات أخاف إني بتشتغل. خلينا نشوف مع الغرة دي أسوي ولا لا.
اسوي ولا لا بنات؟ وش لك اليوم؟ اليوم لوك سينمائي لاني برسم نص وجهي. احس ما ادري اسوي عيوني سودا ولا لا، ولا اسوي ايلانر اسود بسرعه. عيوني سودا ولا ايلانر اسود بسرعه بنات؟ انتوا اللي تختاروا لي هالمره. اسوي بسم الله يا رب، اسالك ودعيك انه يطلع بيرفكت. بسم الله. نفس ذاك اليوم، ذاك اليوم كان لوك طبيعي، ذا المره بيكون سينمائي. احط كذا أسود، أسحبه. بنات ترى مو كل مرة تسلم القرة، بنات مو كل مرة تسلم القرة، ترى مو عشان ضبط مرة يعني بيضبط مرة ثانية. بسم الله. حط بنات اللي ما لحقوا على اللوك ذاك اليوم يقولون يلحقون عليه اليوم. أوكي أحط كذا، أجيب فرشة دمج ثانية راح أدمج فيها مع اللون البني كذا، قد ما تقدرين أدمجي، قد ما تقدرين ندمجي، لأن السر جمال الميك اب أو نظافته بالدمج. كل ما دمجتي كل ما صار أحلى، كل ما دمجتي كل ما صار أحلى. كبسوا، هي قاعدة تفرق عليه، كبس. شوف الفرق بين المدموج ومو مدموج. بنات ايش رايكم اشغل أغنية عبال ما أدمج؟ لأن الدمج يقهر صعب. بنات ما أحس ودي أغمق الشادو عشان ما أجيب العيد في نفسي. أنا حاسة إن الرسمة ما بضبطها، ما أدري اللي قاعدة أتفلسف مسوي في أمها آرتست، بس خلونا نشوف. بسم الله انا اكمل. ارحب يا هيوين يا عمري. When I was king, I played it hard and fast, like everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it put in. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, da, 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 da. Cause I'm begging. Put your love in the hand now, baby. Okay. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard. Okay, بنات. كويس ولا لا؟ كنت بدمج بنفس الكرشة. كويس بنات. راح أخذ شوي نود، شوي نود، أوكي. وراح أدمج من هنا عشان يندمج اللونين مع بعض. الرمادي مع ذا. بنات ما ودي اسوي اسود اسود لان وجهي راح يكون اسود، فهمتوا؟ كذا هذا. اصبروا، اخر شيء العدسات، اخر شيء مو دحين. اوكي اخر شيء العدسات، خلوني بس اشوف اللوك كيف بيطلع. تمام 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 كذا سوينا. ترى قاعد اسوي سريع سريع لاني الصراحه ابغى الشغل يكون كله على الوجه من هنا، فخلوني اخلص منه عشان انا ارتاح، فهمتوا؟ اخذ راحتي وابدا ارسم على راحتي. فالآن راح أخذ أيلاينر وكحلة هدى بيوتي. هدى بيوتي بنات من أفضل الأيلاينرات وأفضل الكحول الصراحة، أنواع الكحول. راح أستخدم كريمي كحل من هدى بيوتي، يجنن. أتوقع أنا واتر بروف. راح أستخدمه داخل العين. أوكي أسود. لا تكفون طلبتكم عبود اليافعي. لا عبود، انا ترى يمديني اخذ مرايه واسوي فيها يا عبود، بس انا ابغاكم تشوفون. اوكي ارسم داخل عين ثانيه. ترى عيوني متحسسه، احس ما ودي البس عدسات. اوكي راح اخذ اسوي كحل داخل العين كذا. بسم الله. I'm begging, begging you. صغرت عيني مرة مع الذا، مع الشادو الأسود. ما عليكم دحين لعبتي التوسيع العين، لعبتي دحين أوسعها. راح أستخدم برضو أيلاينر سيفورا. يي
جنن بنات، ترى لا تستهين بصفار والله برانداتهم حلوه. راح ارسم اي لاينر. خمتك يا محمود سعيد كذا. انا استخدمت ذا ليه؟ لانه يخلي لي حاد اكثر. ايش يا اخي بلا فلسفه، وين محمود سعيد؟ بس ما شفته اليوم وانا قاعده ارتب شنطتي، ما شفته. اصبروا خلنا ارسم الاي لاينر. كبسوا يا عمري اللي كاتبه كبسوا. وعاء يا بنات، وعاء يا بنات، الا وعاء، الا وعاء، الا الا وعاء. عدل ليش تغير صوتي؟ عدل ولا لا؟ فين رايحه؟ بسوي لكم ميك اب سينمائي. عبالكم انه ميك اب عادي اسود سينمائي؟ دقيقه، بنات مو قادرة اتحرك. دقيقة، يو واحد واحد فوق واحد تحت. ايش اسوي؟ نسيت اني سويت نازل. لا 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 لا. خلنا نخلص دقيقة العين هذه. ميار ترى أنا من اليمن، يا مرحبا ومسهلا. بنات أين أنا؟ فوق أنا تحت. بالله لو سويته ما راح تبينون. أرحب يا شوال. بنات لو 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 كذا سويته ما حت يعني ما يبين صح؟ أحاول قد ما أقدر إني أخذه من تحت صح؟ أمسحيه. يا ويلي كيف أمسح بنات؟ ما أقدر ما أقدر. أصبر أصبروا، ما حد بيركز بنات، ما حد بيركز. واضح؟ أسألش بالله. دقيقة اصبروا بنات، ما حد مركز خلاص بيننا باللايف. أنا سويت واحد نازل واحد مرتفع عشان البنات اللي يحبون عينهم مسحوبة على تحت، والبنات اللي يحبون عينهم مسحوبة على فوق. بنات خلاص لا تسقدوا لي بنات، خلاص خلاص. أنا سويت لكم واحد كذا واحد كذا. ركب رموش. إيه بركب رموش أصلا، والله معيده مالي خلق. ترى بث بنات بث، شوفوا في حال واحدة حبت ايلانر على فوق، في حال واحدة حبت ايلانر لازر. اوكي مبين والله. شو اسوي بنات ما عاد اقدر. وترتوني وترتوني، ممكن تسكتون شوي؟ قسما بالله وترتوني رب الكعبة. خلوني بنات خلوني ارسم. تكفون الحين رفع الدالة فوق من هنا. كل ما اللي بجيب العيد. اسكتين شوي اسكتين. تدرون شكلي برسم الوحش على ذا العين؟ والله العظيم شكلي برسم على ذا العين. اصبروا، ليش انا خليت البودرة تحت عيني ما شلتها؟ عشان في حال نزل شوي من الشادو، اذا نزل تنفضينه مع الغبرة عرفتي؟ انه يروح. غير كذا بودرة لورا مارسير تجنن مرة. بنات من هذه الزاوية بين خشمي طويل، بس ما هو طويل ترى، طويل شوي بس. دقيقة ايش قاعد اسوي؟ بنات خلوني اركز. تكفون تكفون. كيف النادي؟ الصراحة النادي اليوم مرة يهبل، طاقتي السلبية كلها طلعت. طبعا الشيء اللي سويته، سويت كل شيء عندهم اللي هو شو يا ميار؟ ايش سويتي في الجيم؟ علمينا ايش سويتي في الجيم؟ انا المد معي برسمه، انا مشيت بس نص ساعة. والله والله العظيم ان هي اللي قالت لي. تخيل المدربة أول ما شافتني قالت لي لا تكرفين ولا تسوين كل شيء، لأن أصلا شو اسمه؟ بنات جف الأيلانر مو وقتك أبدا، باقي المدمع ما عندي غيره. تكفين عدلي بعدله. لا 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 مو الآن. ايه بس مو الآن لحظة بنات.
trying to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. بمسح بعدل بس خلوني انا يمكن احسني بخلص من اللعب اليوم ببكي مدري ليه يا اخي اخترت شخصيه صعبه بالرسم خلوني اشوف الشخصيه دي يمديني اسويها ولا لا اذا ما مداني مسحت ام الميك اب كله دقيقه مو وقتك تكفى تكفى اطلع تكفى ايوه ايوه بدي اطلع بدي اطلع خلنا الحق دقيقه اوكي يقهر وقف رسم تخيلوا قهرني كويس ولا لا وقف رسم لا لانر شو اسم النادي ليش اقول شو اسم النادي عشان كويس كويس بحسه غلط شوفوا واحد نازل واحد طالع انا ما ادري ايش فيني اليوم اصبروا عين غلط عين لا أصلاً هذه العين تدرون شكلي ما برسم هنا برسم هنا دي العين خايسة بس المشكلة رسمة عكس أخاف أسوي عكس وبتلش فهمتوا أنتوا فهمتوا علي ولا ما فهمتوا علي الرسمة اللي بسويها أسمعوا خلونا نبدأ بالرسمة ونعدل العيون بالنهاية إيش رأيكم عشان ما أجيب العيد في نفسي أوكي طيب بسم الله منفض دقيقة أصبروا تخيلوا عاد كنتم جهز رموش العين واحدة خلصت رموشي والله بعدين تذكرت ان لازم يعني احط رموش على عين ثانيه شوفوا ايش رايكم هذه ولا هذه ولا هذه ما عندي غيرهم ايش كفوا معها ايش سوت معها ها ثانيه أساس بسمع كلامكم يعني لا لا دقيقة خلنا نشوف هذا إيش اطلعي هذا إيش يوم خلنا نجرب قصها بس بنات بشوف بس بشوف تنقص شيء على الأقل استخدمها طرف شوي بطير لو حد ينفخ طرت أنا شفت مقص بس وينه ما أدري one minute guys أي هذا so get in your car and بسم الله يعني لحظة استخدمها ولا لا بسرعة بحط مسكرة والله عجبتكم كل قسم من الله والله انتم ناس غريبة والله انكم غريبين انا طول حياتي ما اعرف الا ناس غريبة اصلا معاشر الا ناس غريبين يلا بسم الله والله مو طبيعي اليوم دقيقة خلنا ندور عليه يا اخي وخر مو بدأ انصدمت كبير لنا دقيقة اي والله صغرته شوفوا شفتوا والله نسيته من اليوم انا كيف شلته اصلا كيف النادي معك والله كان كويس لا بس بنات انا قاعد ادور سمبر رموش وين راح قبل شوي رتبت الغرفة كان جنبي قسما بالله كان جنبي الان قبل ما اقول لكم الان كان جنبي رتبت الدنيا كلها واختفى ادري وين رقع وقتها أصلاً وقتها نكد عليا باقي أنت تنكد عليا يا مها قبيلي صمغ رموش يا مها قبيلي صمغ رموش مها لقيته معلش معلش بسم الله راح ابدا الان بستخدم صمغ سيفورة اوكي يا رب اسالك وادعيك ان اللوك يضبط يا رب
احط الاطراف صفروا. بسمعكم أغنية حلوة. ما قلت يا عمار، عمار نايم صح؟ مسكر أول ولا حماية كاملة زيدي على فوطة النهار فوطة ليلية أطول وأعرض لحماية من كل الجهات. الله لا يوفقش. لينت إكسلم. بسم الله. لكم تتفرقون فيلم طبيعي، فيلم مثلا طباخ قاعد يصطاد فار او فار صار طباخ، اي شيء غريب، بس تدخلون اهلكم عليكم تطلع ذا. ها نفس وضع الاغاني لما شغلها، حياتي ما طلع لي هذا الاعلان الا في اللايف. اسوي ما في رموش، ما في شاري مسكر على الفاضي. مين عندي ثلاث مساكر مين يبغاهم؟ ما كرموش ما في عربي. ابشر وشغلكم عربي، بس خلوني اخلص من رموشي. بنات ابغى اقرب حركه جديده، هاك شفت واحده اجنبيه تسويه طيب عجبني مره عليها، بس ما شفتها تسوي على لون اسود. تحط جليتر على لون اسود يعني رمادي نقرب، بس خاف اجيب العيد. جليتر فضي. طب نقرب ولا بنجيب العيد بسرعة؟ بسرعة أجيب ولا لا؟ أقرب. بسم الله. قربي قربي. وإذا جبت العيد واو واو يا الفرق، واو واو. الصراحة ما شفت أي أحد، تخيلوا فكرتي هذه رب الكعبة، بس عشان قلت لو جبت العيد أحطها في راس الأجنبية. واي كيوت، حبيت. لحظة خلنا أزود هنا. جربي مع فيكس بلس تقولي معها. لا لا معها خلاص، هذه البودر أوفر. اصبري. لا يا مها لا، جربي مع فيكس بلس. اسكتي اسكتي اسكتي. لا كم عالي، عندي اضاءة احلى تطلع تموت، بس خفت منها انها مكسرة. مهمها. اسكتي اسكتي اسكتي، مو وقتش. خلنا نحط هذه قفة السمك، وانا عادي ما حطيتها. بسم الله. ايش هذا الرمش؟ لا ايوه خير، واضح انه مقطوع من النص. مها قبيل رموش، مها قبيل رموش، مها قبيل رموش قبل ما اعصب. خليني اقرب احطها قدام. مها قبيل رموش. مها قبيل رموش. مها بنات ما اشوف شيء، اشوف كذا ظل مظلة على عينه اسود. يا ويلي كيف كذا حلوة؟ يبالي قصها من قدام. خليني اقرب اقصها شوي من قدام. عذبت عذبت بغرموش. لا واضح انها مقصقصة. هلا وعو هلا وعو هلا وعو هلا وعو هلا وعو. هذه الرموش تهبل. تخيلوا بس ما عندي الا عين واحدة، ما عندي الا عين واحدة، هذه تموت. اسوي عين والثانية نشوف لها صرفة بعدين. تموت. عندي عين ثانية. ها؟ لا تقصينها. قصيتها. وانا بالدرج جد قصي. قبيلي. تقصينها. قبيلي تكفين. وين ذوليك؟ حلوين ما جربتيهم؟
لا اي وحدين هذولا غبية فكرك تحقي منهم ما خفاف من وين جبت هذولي هذولا اللي جابولك يجننون والله والله مرة حلوين مين جابولي لي صح الهدية طب وش احسن وحدة في كثير مصحف من وين اللي دي الرموش وانا ما ادري من وين في وحدة جاهزة الزرق الصمغ فيها بعد واي وينها في وحدة جاهزة فيها صمغ طلع لي اياها طيب واي لحظة مو هذه لا مو هذه واي انا زرقتها هذه شو 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 كان فيها الصمغ حلوة واي انا محتقيتها بغيها دقيقة مراي انت في دقيقة لحظة في وحدة كذا في وحدة كذا تحطينها مسحوبة وينها طيب اشوف هذه اي وحدة طيب اهدى اي اشوف هي السهل اللي ركبتها في وحدة زرفتها منك ترى اليوم برسم رسمة في وحدة زرفتها منك كذا سحبت عيني اول مرة تعجبني سحبة عين والله والله العظيم بس ما ادري هي هذه محد مهتم تخيلي سحبت عيني وراح علي الكومنت دقيقة لا شو شغالة على الكومنت يلا بس ما قلت هنا اي والله فيها صمغ كذا اشيلها بعدين اركبها اي ترى تقدرين تستخدمين في صمغ ثاني متأكدة فيها صمغ ولا قاعد تستهبلين على مخي والله فيها حطي على طول بعد Are you sure؟ يلا واي اخر قدلتش فيها لاصقة فيها ما ها دقيقة اما بدأت العين ترى مو شرط ركبي لي ركبي لي وين الرموش ما حاجة انت مركبتها نازله ما طيب طيب يلا يلا ركبي لي هذا ما اعرف واي تعالي تعالي طلعيني 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 انا نزلي شوي خاف اروح الفلتر ما نزلي شوي طيب بس ما اعرف اركب لحد اعرف اركب لنفسي ايش دخل يدي اللي فوق هلا ركبي هذه عاد ما اعرف شلون ارفعي لفوق بسوي بسوي مسكرة عدلي 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 اللي فوق القدام لا حلوة نعم عدلي القدام عدلي من قدام قبل لا يروح لا 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 ايش قاعد تقولي شفتي هذه فيها شوكولاتة ايوه اسمع اكل دارك شوكليت ام دوينج دايت هذه فيها صمغ اسود اصبري فيها صمغ اسود طيب بعدين لما تبغى في شوفوا في صمغ فوق هنا اوكي والله في قطعة ورا في قطعة ورا والله الورم شوهتني رفعتها الصرخ صح تنظفين الصمغ هذه من الرمش هذه تحطين الرمش كذا تكبسينها يا حلوة حطي عيني بس قاعد تفلسف انا ما ادري ايش قاعد تقول الدايت بنات دارك شوكليت دارك شوكليت ام دوينج دايت ليش لبستي ذي؟ بنات هالدارك شوكليت كمان متحملتها ليش لبستي ذيك؟ يلا ما هو وراي رسم بلوقة يلا طال لفي راسك عندي طالعي وي بعيد راسك مرة اشوف يلا بسم الله بنات كبسوا حبايبي تكفون لاني الحين ببدع ترى الحين الميك اب سويته سريع 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 عشان برسم لكم رسم على وجهي الان برسم كذا قمقمه طيب رمش اشطار من قدام جيبي بسرعه عادي طز ما حد بيشوف بالله يفقدني بس اهم شيء اهم شيء ما هالفلتر ليه يروح يا شلون امزح امزح يلا طالع تحت لا طالعيني هاي لصقي ذي لصقي ذي كمعاقة لصقي ذي لا تشدينها اضغطي عليها ايه خليك ضاغطة بس ارفعي لفوق واي والله يهبلون كيوت نعمين نعمين ترى هذا ضيعين الصمغ شوفي اما تشيلين هذه السوداء ورقة ايه بعدين تحطين رمش هنا تجيبين هذه شوفي ذي حلوة كدا. ناعمة لسه ما حطيت عليها مسكة كان كذا بالرمشة تضغطينها بعدين تفكين طب ما ها بستشير استشارة قبل ما اسوي الميك اب طيب عشان والله مره حلوه ذي عشان ما ابتلش اوكي لحظه بس بزود كحل حبايبي اوكي بس تعالي لما حطيتي بسرق منك واحده قبل ما تروحين اسمعي قبل ما تروحين طيب بس بوريش اللي بسويه صل على النبي شكر الله صل على النبي عليه السلام استغفر الله العظيم واتوب اليه ايش في شوفي واو هذا. والله حقت رموش مبدعه الله أخفدي بالعيد بنات متأكدين Are you sure بنات يمكن إحنا مو قدة ولا تبغى نجرب في قلوب بعد ترى بندخل قستات الله يجنن نسوي والله لأنش زرفت القلوب حقي بأخذ ذا أوكي أوكي يس والله بخبا بخبا ما تعالوا قعدي معي خل سولف تخيلوا مها اليوم في الجيم والله لا أقول لهم أول ما دخلت الجيم
سويت داية هذه الدراية. تخيلوا أول ما دخلت الجيم مها أقولها أطلعي عرفت حماس أول يوم والله لأركب السيكل بمشي على السير فجأة أشيل أوزان فجأة لقيته عند الحديد كذابة تخيلوا حديد أنت ما شفتيني أول ما إيه نشفي مو أول يوم أنت ما شفتيني أول ما زيد دخلت عليهم بالصالة بغيبها قلت يا رايحة تعالي حط العباية أول يا ربي ما هالحماس ده السريع ترى والله بتندمين عليه يا غبية ما سويت شيء خلو أنا اليوم 40 دقيقة تقول يلا مشينا البيت أنا اليوم مشيت نص ساعة بس طيب نص ساعة مشيتي زي 40 والله إيه حولها مرتين بالغلط إيه بس مشينا تخيلوا بس مشينا 40 دقيقة تقول يلا نمشي سألوني ليش نحفت تقولون بس كنت أمشي نص ساعة تخيلي قلت لها بطلع السيكل بلعب كذا بس أبو 10 دقائق تقول يلا رجعنا البيت ما أول يوم أدق التفاصيل تقولها يعني أدق إيه بقولها تجين عليه مها انا احتاج غرفه يا اخي لما تبقعد كذا احتاج غرفه جديده والله انا افلوسه دولاب احتاجك انا افلوسه احتاجك دولاب زي انا من غيرت الدولاب والله كنت بفتكيت مش هي مكان الجينز هات النوره الكذا الكتاب القصير تخيلوا مها الدولاب حقها غرفه احلامي قسم بالله ليتني مخففه الغرفه ترى باقي ما خلصتها في قطع ناقصه ما خذيتها وقالوا مو متوفر لنا بجده بالزمه ححدد تنا تذكروني اسوي شفايف ما عاد في شفايف شوفي هذه كيف رمشتها ناصبش ما باخذها طب ليه ما تقولين واو ليه واو هاي في اسد في ابيض ليه خلينا نصير اتيكيت قلو في ابيض في اسد خلينا نصير اسلوبنا كيوت ماني كيوت اسفه سوري ما تدري ايش مشكله اغلب ال اخاف اسولف يعني القله من البنات اللي اعرف خلاص شي ولا شي قلم هذا خليه تكوين خلي الصمغ ايش فيها دي جت تسرق مني سرقتي مني صمغين قي الصمغ هاتي كايم اخ يا ربي بنات وين احلى هذا كذا شوفوا شلت الفلتر عن وجهي ايش تخرق انا خرفي الحقيقيه يا اخي مره سويتي بيش مره انا احس اخر الايام انا وانتي قسما بالله بنفجرها وكل واحده بتطلع بقال حقيقي والله عندي اضاءه احلى يا ربيه ترى انا اصور بسناب بدون فلتر اي دونت كير وجهي حلو بس انا بالكاميرا التيك توك يا اخي يصير ما ادري كيف انا ما اقدر اصور بدون فلتر وانا دباس صراحه يعني ايش ملامحي اختفت بالسنه لازم فلتر صراحه حتى انا احس لو نحف بتغير ملامحي والله ما عاد فيني ملامح بالله طارت ملامحي توني استوعب اتوقع انا ثاني وحده دبه في الجيم كلهم بعض ما في الا انا وحده قاعد اشوف اليوم هذه مش فيها يا اخي مو عيب الواحد يكون دب عادي سمنه كل اغلب الناس ما مش فيها لا اقول لك انا ما لاحظت الا اليوم يوم شفت اني انا في الجيم والله بنات لارج طيب كثرت من البرتقال الله ياخذ ابليس الروج المخيس ده اسوري خليني احاول اغيره زين حطيتي ذيك تعكس اصبري في واحدة كانت موجودة وينها؟ في صورة لك مختفية وينها؟ اللي كانت تعكس اول انكسرت كذاب بسم الله طبعا لسه ما خلصت الميك اب اوكي جايز بس حواجب لسه مغبرة بسوي لها شوي ذا بحط ماسكرا بسوي رتوش خفيف على الميك اب بس اول شيء راح نبدا ايش هذا يا مها؟ نسوي ما عندي صمغ زياده راح استخدم هذا الميك اب راح استخدم اللون الاسود عندي مفتوح الميك اب الثاني بس كله زيت يلا معدتي ف راح اقرب معكم ميك اب هذا الله يستر بحطه قدامي وبنطبق ما والله ما حسني قده والله بجيب لك هذه الليله ما ادري تدين افضل هديه جتني صحتك يوم جابت لي اياها صح بس نفكر في اللايف ايش هي هذه ميك اب الله كيوت قدها والله انت اللي قدها مها هيلب مي اوت هير راح استخدم اصغر فرشه عندي مبدئيا خلينا ندور اصغر بسم الله راح استخدم اللون الاسود مها لا توتريني بس شوفي مو هذه احنا كانت لا 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 نبدا من هنا بسم الله بنات هذا ميك اب للي يبغون يسوون ميك اب سينمائي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله طقطق عليها شكلها ليه؟ لا تحركين شيلي منك بس
خدها انت فنانه. والله اني فنانه بالرسم الصراحه، بس على الوجه ما قد قررت في حياتي. يعني الناس لما تبي تسوي شيء ما زعقتينا، يعني الناس لما ترسم حاجه تتدرب قبلها، فهمتوا؟ تتدرب او تقرب قبل ما تسوي. انا ما قربت، انا قاعده اهبط. فاذا ضبط ضبط، اذا ما ضبط خلاص اوكي. بس اهم شيء لا تقرحوا مشاعري عشان ارجع ارسم من جديد، ما استسلم. شوف ايش لقيت، اضافي الرجول والله. طب خليها خليها بتضحك يا مها. كيف اخلي الشاشه ما تطفي؟ خير ترى بروح انام. ها طب كيف اخلي الشاشه ما تطفي؟ شيل من الاعدادات. ها من الاعدادات؟ كيف من الاعدادات؟ من الاعدادات ان شيلي المنت ذي. طب شيليها لي الان، ما اعرف نسيت لحظه. So can you can be أغنية. ركزي إيه، بركز شوي شوي. هذا شنو بنات؟ عندي ضعف نظر، تخيل وماش من بعيد. هذا والله إني كفو. أنا بروح. هات بين شيء. لا سلامتك. لا نهائي، بنام بنام. أما أقدم عشان أشوف الكومنت الصراحة. والله والله مي خايفة بنات. أصطاد الكومنت يوم قلت لهم ببلك. لا تروحين، خلي نومنا زي بعض. ننام، بحاول أنام بعد الفجر اليوم ثلاثة. اليوم أقف اللايف ثلاثة بالكثير أربعة، بنام عشان أصحى العصر أروح القمة. طب بكمل لوبين. طيب يلا بشوف بث شباب بالفاضي. بحاول أشغل أغنية حماسية. طيب بنات هذه الأغنية مرة حلوة، سوي بالمراية. طيب أحبها كلها مشاعر. Golly, the mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean-minded, trying to ball, and Marie's thing might never. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're Jake. Gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up do. Stay up so rock the boat. شما مالكم مع العربي؟ انتوا شو ما تفهموا انجليزي ولا كيف السالفه؟ يلا خذوا حزن، يلا ما عندي معرف عربي الا حزن. هاي انا معرف الحزن. بكو يلا بالكومنت، بكو 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 بكو. ايش قاعد اسوي؟ رسمت اخوي اختي صغيره، خليها ترسم ليش؟ طيب ايش انت جاي تتفرجين؟ انا قاعد ارسم رسمه للاطفال اللي زي خواتش عشان يرسمون يتعلمون من يرسمون ليش. تخيلي ايش تبغى ذي؟ بنات انا الحزن ما احب، جاب لي طاقه سلبيه. بحط لكم اغنيه طرب طرب، اغنيه طرب طرب. ايش ذا الحزن ايش ذا الهم؟ دقيقه. على بالي لا الصبر جميل، لا لحظه. عليك عيون، لا نبغى أغاني. هاي لحظة، الأغاني المصريين دايما فرفشين، المصريين أغاني مصرية فرفشة فرفشة.
اسمع بس، اسمع لاني بس. يلا بسم الله خلينا نكمل. بنات تكفون والله حسني بتلشت وهك. تسكتوا اسكتوا. حسني ابتلشت مرة، ابتلشت دقيقة. ما احتاج ما في شعر عشان استاق. ما في شعر يا رب جبهتي يا جماعة ما تخرب القرة. احتاج ما في شعر. ابتلشت توترت عرقت أول مرة عرق. بسم الله لسه عدنا بالبداية. تخيلوا خلنا نخلص من العين لأن العين توتر الصدق كذا. حدد شوي هنا. بنات سولفولي سولفولي. ايش قاعده اسوي؟ بعد احنا قدها ونا... يو تذكرتي الرسمه ما ادمع رسمه. يلا بحاول ارسمها هنا. اوكي We can do it. We can do it. We can do it. بنات نقدر نقدر. We can do it. بعدين بحدد بنظف الرسم. واحدة كاتبت لي في الواتساب سوي شيلة. أبو جوش. أبو جوش. يلا أوكي. شيلة حماس. شيل حماس. أحس إن شاء الله بتضبط. تبائلوا بالخير تجدون إن شاء الله تضبط. ترى لسه أنا بس قاعدة أحدد أرسم ما خلصت. يلا ترتقي الأنام. سكرت كامل الأغاني. ايش فيكم بنات؟ بنات ايش فيكم؟ خير؟ خير بنات؟ خير؟ واحدة شيلة، واحدة شغلة يدل، واحدة داخلة على دقيقة انتي. بنات انا بترش بالرسمة خليني اخلصها. ان شاء الله بتضبط، ان شاء الله بتضبط، ان شاء الله بتزبط، ان شاء الله. وش هذا؟ هذا ايش؟ هذا ويش اللي سويته الحين؟ حطي قصص. تبغى تسمعون قصة؟
أنا أقول لكم قصة. بس إيش تبغون تسمعون؟ قصة حزينة، قصة مضحكة، قصة. ولا أحط لكم أحسن؟ خاف أقول شيء قولوا لي بكرة. أصبروا بنات. إيش قاعد أسوي؟ بنات تكفون، اللي عارفين اللي شاف الرسمة تكفون، حسوني إن أنا قاعد أمشي صح. حسوني أنا قاعد أمشي صح، تكفون. بسم الله، خلنا نشوف. دقيقة، wait a second guys. بنات تذكروا قبل كل شيء إن هذه أول مرة لي بالرسم. يلا شكله شلون راسم ذولي، ما شاء الله تبارك الله. خلنا نقرب. اوكي دقيقه. اوكي ويت. بسم الله. حطي شخبط شخابيط، لخبط لخبيط، مسك الألوان ورسم على الحيط. ما لعن برطمك، كيف كذا ولد أحلى مني؟ دقيقة. أوكي هذه أوضح. ما فهمت الرسم، علموني. خليها تخلص وتشوفيني يا حبي. لا ما رسم خط أسود. شغلي ماضي، اصبري يا حبيبي. تكفى. اصبروا. يبالي احددها. يا ويلي يا بنات. انا اتوقع ان الجمجمة بتصير بالزاوية. دول هاش سوت؟ ايش قاعد تسوي؟ رب شغلي أغاني، وأنا شغل أغاني لأن توترت مرة. إيش خلاني هايط؟ شوفوا الضروس كيف مبدئين. ترى فنانة بنات والله، لسويها حلفت والله لضبطها مع عليكم. الضروس هي اللي أنا طول حياتي درون أعرف رسم كل شيء للضروس. والله لا ضبطش. I can do it. I can do it. I can do it. I'm gonna do it. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. Nothing is hard. Nothing is hard. Nothing is hard. يا اختي سهلة بس ناظر بالمراية. والله انت صادقة. I can do it. I can do it. I can do it. It's not that hard. I can do it. يا والله اني صادقه، علي بالطلاق اني صادقه اللي قالت سهله تجي مرايه. كان دواء. اي كان دواء. اي كان دواء. يلا شغل لكم اغاني قبل ما اخلص. تكفون، انتظروا لما اخلصها. يا رب ما انكسر بالنهايه، يا رب ما انكسر بالنهايه. يو كان يس اي كان يس اي كان. شفت لما عقلي كلمته قلت يس اي كان يس اي كان. بدا يستوعب. بدي استوعب. اصبروا نشغل لكم اغنية. توترت مرة. You can do it ميال. You can do it. You can do it. Hey.
lying to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted time when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can, better than he can. بنات الحلوة أنا أقدر أسولف، اكتشفت أن كل ما أسولف طبع. أصبروا. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. لما أسولف طبع. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. عماد لا تضحكني يا عماد. عماد 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 لا تضحكني. ابغى عواد اذان. ابغى عواد اذان. دقيقة خلنا اجرب احط ابيض. هذا ترى تدخلات من عندي. ها حسوا يطلع حلو ما ادري ليه. دقيقة
بروت بروت قولوا العماد لا يضحك نتكفى. We don't talk anymore. We don't talk anymore. دحين أنا قاعد طول لايف كذا ما أقدر أسولف ما في رياكشن ما في ذا مرايا صح مرايا صح يا حبيبي مرايا. Like we used to do. We don't talk anymore. دروس الكل دقيقة أصبر دروس الكلب كيف يثبتون الميك اب ارتست مو الميك اب ارتست الفنانين الرسامين الميك اب يبي اتعلم ترى على الميك اب السينمائي ترى انا مبتدئه هذه اول رسمه لي ميك اب سينمائي تخيلوا اول رسمه لي ايش سويت اح طيب معلش معلش نخبص بنات انتوا عاد لوصيكم بالفوتوشوب ضبطوا الرسمات احس خلاص ولا كني جبت العيد لاي 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 أبا محمود سعيد الآن بنات أنا فنانة بالميك اب أبا محمود سعيد أبا محمود سعيد أبا أصبروا بس أستخدم كحول هدى بيوتي أصبروا أحس بصير أحلى كذا أنت فنانة في كل شيء حبيبة قلبي والله شوف كحول هدى بيوتي يا زين أمه بس كان من البداية رسمنا فيه وخلاص سكت عين مش برجك أنا برج العقرب أصبر بضبطه الحين كحل هدى بيوتي سلاحي سلاحي هدى بيوتي وير السكند بنات خلنا نشغل الغنية عشان نترب وأنا أسوي تكفون بنات هذه الغنية حزينة بس جميلة الحين للسعوديات طموحنا عمري بنات نكمل الدرس لهنا نغير شوي بالرسمة نكمل الدرس لهنا نصير الدرس عاد هنا نكمل زهقان أنا ما أقدر أضحك لأنه يطبع كحل الأسد هدى بيوتي ضد الماي عشان كذا استخدمته بيخرب بيصير ملخبط إيه خلاص خلوه هنا خلنا نخلص الدروس
ماني قادرة أتكلم على راحتي، أحتاج وين الورد؟ دقيقة بس بلفكم على جنب. فضيحتي فضيحتها، شفتوا إيش؟ ما أقدر أحد. دقيقة بنات. اشرب اسكان واستمتع بتذاكر مجانية لكوتشيلا ورحلة لتومورولان وغيرها كثير من الجوائز. كوك ستوديو، تذكرة سنة تذكرها سنين. أنا حطيت جنابي. معلش شفتي مقلوبة. يبغالي أشيل الاشتراك. ما حطيت لا مسكر لني اوف. لو في عدسات حمراء ولا عدسات رعب اوف يا بنات. تحت الحواجب حطي ابيض. اصبري ما رسمت حواجبي ترى، برسمها الان، رسمتها سريع سريع. Without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family? We family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I'll see you again. We've come a long way. Yeah, we came a long way from where we began. No, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see. Go out
got your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. Brotherhood come first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. In that line, so remember me when I'm gone. أبغى أسلمك شعري بنات أبغى. نسيت أحط هنا أبيض. أبي شو اسمه؟ بحط جلوس بس أبغى. وش عندك؟ إيش عندك؟ رموش من وين رقمها؟ لحظة إيش عندك؟ ليش كاتبين عندك؟ السالفة حبايبي. أيوة. في شيء نسيته بنات؟ بدال ما تروحون عند أحد يرسم لكم، جربوا أن ترسموا، خبصوا بوجيهكم. إذا أنتوا زهقانين أو ناس تحب الفن تحب الرسم، جربي لما تضبطين. يعني تحسبين دحين الرسام أو الفنان، في ناس فعلا تولد موهبة، بس تحسبين أن مثلا دحين أنا ممكن رسمتي تكون خايسة، ترى مع الاستمرار سويها مرة حلوة، عرفتوا؟ كريستال الجبهة. فأنتي مع الاستمرار بتصيرين فنانة مبدعة، بتصيرين حتى أحسن مني وأحسن من أكبر الفنانين، بس استمري ولا تسمعين كلام أي أحد يكسرش. فهمتي علي؟ ليتني ما رسمت، خليتها نخلة. رهيب والله عجبكم. حطي كريستال أسود. عندي بنات بس أخبص الدنيا، عندي كريستالات واجد. يا تدرون نص اللي سويته الآن استخدمت نصايحكم؟ تدرون قسما بالله اني سامعه واحده في الكومنت كاتبتها، عفوا مش سامعه استغفر الله، شفت واحده في الكومنت كاتبت لي مهارتك فين حطي ابيض بيطلع احلى، وحطيت طلع احلى، يعني ما كنت ناوي احط، كنت بصيح على شكل ذاك الكاس. بنات عندي ذا يا مها مها، تخيلوا عندي كريستالات سوداء ما ادري وينها. هذه برضه كريستال عادي. عمار نظف غرفتي بتلشت. عمار انقذني. مها انقذيني. بنات دقوا على مها دون كرسة أفضل. كنت بسوي أسود هنا والله بيطلع حلو. نامت. أما الحين بس بسوي تنظيف. واحدة كاتبت لي في الكومنت نظفي، أنا توقعت أنا مو مبين باللايف الصراحة، بس بنظف. وين الكونسيلر الغامج؟ ها؟ أبغى كونسيلر نارس عشان غامج ما يبين. طيب اللي شعرته ويجي ليش والله ما ادري. واو انت الواو، انت الواو، انت كل الواو يا روحي. دقيقه بس اشوف فرشاه صغيره. الله يستر فرشي عاد ينخاف منها، انما غسلتهم لي فتره يبي اغسلهم. لحظه بنات انقذوني. اي وحده قريب عندها سيفورا تجيب لي لورا مرسير بودره، بعطيش فلوسها. ما حصلتها قسم بالله، حتى لو من جده اجيك لين جده اخذها. تخيلوا ما حصلتها هنا بس بنات. ايه رموش، حط رموش. اصبري. نظفي بالمزيل الميك اب. يبس النوش. أمه الحقيني الحقيني. شنو هذا الرسم؟ رسمة زرع ونخل، وهنا قارب يمشي وجنبه ولد وحرمة بيروحون سوا بالقارب بموعد غرامي، وعندك هنا وش رسمة؟ وش واضح وضوح الشمس. بنات ودي صدق ألا وعو شكلي باقي بالطعة. أنا إيش خلاني أنظف؟ أوكي إيش بعد يحتاج نظيف هنا؟ لأن اللون الأسود يخوف، بخليه بعدين بثبته بالباودر. وش هذا؟ هذا جوالي فيه أسود. أوكي سوري محشومين والله، أقول يعني إن أمسح مو قصدي. اي خلاص هذا غامق، معلش بحط الحين فوقه فاتح. وش بعد قلنا بنسوي؟ جلوس. طلعت جلوس جيفنشي. لحظه اي راح النقطه البيضاء. ما احتاج بس عوده ذان مزيل ميك اب. ايش خفتي؟ ليش خفتي؟ ما بكره على 30 اكتوبر، راح 30 اكتوبر بتشوفي الراس مهرج. تخيلوا بنات شريت راس مهرج، قسما بالله شريت راس مهرج والله العظيم. شفتوا شو اسمه؟ بيني وايز، مهرج بيني وايز ذاك اللي بيني وايز. تخيلوا شريت راسه وشريت حقه اللبس من امريكا، جابت لي انهار، وشريت حق كارولاين اللي شعرها ازرق
وجاكيتها اصفر. شريت كل شيء بسوي معكم رسمات بس خلوه يوصل. ناديتني ايوه شفت كنت ابغى منش شفتي وين الكريستالات حقي الاسود والابيض عشان يطلع فخم بسوي هنا اسود ابيض. ما حد يشوفني انا ما حد يشوفني انا ما حد يشوفك ما حد يشوف شو لا والله ما حد يشوف ايش تعوا اما وين السيراميك بعد بسوي شعري السيراميك على داخل ايه راح المحدد بايش ارسمي تحت العين وش في تحت العين توسخ شيء ترى ما اشوف عندي ضعف نظر اذا في يقولوا لي بنات احط عند الخشم ابيض هنا ولا زودتها How can we not talk about family with feminists and wicked ها والله بنات كنا تحمسنا بزياده كل شوي حاطين ابيض ليه حطي ابيض داخل دائره العين لا احس مو حلو هنا بنات ايش فيكم شيكم بنات بدينا نخبص في السلة دي داخل اوكي هولي او ماي جاد او ماي جاد دقيقة فهمت قصدكم انتم تبغون حولها دقيقة الحين بعدله طيب وميك اب اللي تعبت عليه لو ادري ما سويت لو ادري ما سويت بنات ميك اب ما ابغى يخرب والمدمع أوف. ليش قمت تدلع ولع بنات ايش قاعدين تسوون ميك اب خربتوه علي بنات خربتوا علي ميك اب ما علي بكره بتسوين احلى بنات مدمعي سويتوا فيني يا بنات بنات ماني ماسحه الايلانر ما تعب علي ما في حطي ابيض خلاص بنات سويتوا فيني يا بنات بنات ميك ابي حسبي الله على بليزكم بنات ميك ابي ما لقيت ها ما في اشوف ايش الدرب بنات ميك ابي خربتوا حسبي الله الحين محدده بالاسود حسبي الله على ما عليكم يسموني ميار ملكه الترقيع تفرجوا علي وانا ارقع تن 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 تر تر تن 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 تر تر يبغى أغنية تر 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 تحدوني طلع رهيب تحدوني مرحبا أغنية الضفدع قبل أحلى بعد وشو شكله اللي كانت بدي حطي أبيض هيتر لا أسود برسم مدمع والله وين الايلانر حقي يما اكيد مرمي شي سقط علي تحت ماشي ببصر شي سقط علي تحت في حاجه سوداء رعي رعي حصلته يا مرحبا حصلته ما في اسود بسم الله تدري اليوم ايش كنت بسوي شخصيه يما مين تتوقعين مين الجوكر والله ربي عاد عندي الصبغه الخضراء عرفتي؟ عندي الصبغة الخضراء بس قلت شو اسمه؟ سوف لي عن حاجة ما عندها أسود؟ ها؟ عندها أسود؟ أنا ليش سمعت كلام الكومنت؟ عادي حلو كان جميل
كان جميل جدا يا أمه، خربوا عليا والله، سخرب كان أول كشخة. يمديني أرقع بس ماني خلق، والله حلو كذا بلا كذب يا كذابة. والله هاي ماي نيم از ميارو. هنا يبغى لي تنظيف بالميك اب في تشيب بلندر. ربنا يستر ربنا يستر. المصايب بدأت تبدا. سكوني ما لغيت الكلام. وش في معاها؟ وش يا روحي هذا السب لما السوداء حبيبات ديزة تبقى نسيناها. أكيد سرقتها ما يما، ما هالسارق معروف. لا لا والله الحرامي والسارق هي. ما شفتها ذوها مسكرة. يلا حطي أبي أقول حطي كريستال هنا بنات ودي أحط كريستالات معي. كريستالات تموت بتخلي اللوك يجنن بس ما أدري وينهم. أما سألي عمار آخر شيء. عمار عمار يعرف قسما بالله. ها أو مها السارق الحرامي مها. ها؟ ايش تقولون؟ وين السيراميك؟ ما جابت لي امي السيراميك نسيه. بس انا بقوم في وافة اقول لكم كيف الوضع عندكم. ما صدقني اكل دارك شوكليت. اتوقع المتابعين مو موجودين اليوم. كم مره ضبطت لك الجيم وين راح؟ الجيم. اوه انا رحت الجيم اليوم. بنات هذه دار شوكولات وهذا زنجبيل يحرق الشوكولاته. حطي بعد خطوط بيضة بالخد. لا لا عدوع بتشين حبيبتي. اصبري بزود السواد عشان يبين أفخم. وين كحل هدى بيوت المنقل؟ وين كحل هدى بيوت المنقل؟ بنات تبغون الم... نسيت ان عندي انجلوت. لا مبدأ نسيت ان عندي انجلوت. اوكي اتفرقوا علي اتفرقوا علي وانا اخبص من جديد. بنات قول البدران لا يقفل انا بيدخل معهم اليوم. ايش قاعد يصير؟ لا اصبروا شوفوا 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 اللون. سايكم رهيب. هذا اللي يبغاله. هذا لونه هذا يخرع. حتى انا اخاف منه لما استخدمه. اخاف منه لما استخدمه بس يصلح لذي المواقف. حط بعد تحت شوي معلش بنات عشان رسمة تبين حلوة. اسمه ايه؟ اسمه انجلوت. اللون اسود. دقيقة رسم فيه مدمع بعد. ايش قاعد يصير؟ لا انا اقول هنا اوقف. بديت اجيب العيد بدل ايش صار؟ بنات انا شوف لهون وباس بكفي بكفي يا بنات. انا عم خبص عم خبص عم بعمل اشياء. توها تدري بعدل بعدل ذحين بس ابغى الكريستال يجي. انا اشتي بس الكريستال يجي يا مها. بنات لازم انا اقوم معلش معلش. سوري صح في بعض الناس ما يحبون اسلوبي الهمجي فخلوني اقوم اجيب لو سمحتوا تسمحوا لي اقوم اقوم معلش بنات. انا احيانا افقد السيطره يعني قسما بالله ودي
لو تشوفين سروالي بس لابسه بيجامه. ودي بس يعني اكون اتذكر لا حد يحش تكفون دقيقه بس. هاي ما لا تقول لحد شوفش وش فيش. انا ما في يوم هذا حلو بغمس عن في كيف وانا راسها تفضل. ها لا تفضل. لا ابغى اسرع. عفوا اسرع. لا تمسحينا حرام. لا تمسحي. بعد الأدوم. كيف أمسح أنفي؟ كيف بعد ذا؟ تبي لا بيشوفون. آه بيشوفون. إذا بيقول إيش هذا اللصق ولا برون؟ لا لا خلاص نتعب نعمل شوي. إيش تسوي؟ لا غنى. ما كيف نظف لخوتي؟ شنو تقدر كان عمر بشوف هاكي صوب خلاص خلاص عمار عمار رفع هندري ورد لا لا ما بناتها من جيت دقيقة بس ما تعلقوا لي وعشقة السيراميك اي طزن لحظة ما شاء الله يلا قيت عمار تحر تحر خلاص ما عندنا بكر ستار طز لو كان بيطلع دمار كان بيطلع دمار بنات كيف انا ادخش معي ارحب يا ماز شو رأيك باللوك يا ماز زي زفت حطي طبي انا اصبري مسح شيء طيب بعدل شعري بسم الله اما تفضلي لان حاولت التصاميم هاي حبيبي ها يما روحي ارتاحي خلاص ما باها مش اسيهن تروحي ما ابغى اسوي اي خلاص على حراره ايش قاعد يصير؟ ليش مقررت اصور كل شيء قاعد اخرب؟ صوري ترند عليها ما توقعش لا لا ترند بصور شيء افضل يما خلاص قناتي يعني روحي ايه ما ابغى خلاص هذا داخل حبك حطه كم حبه بالضيط ها؟ يمكن بهذه الشنطه ما حصلت فيها شوفيها دورت ما حصلت يما وهذه؟ هذا وش فيه؟ آه الفضيه ما تكمل خلاص العين مع مها الحراميه مع مها لا لا غالي ما عليها والله حراميه سارقه صورتش مقص حرام ما تظلميها مناش شايش؟ والله؟ يا ما تكفي خلاص أمه ما عاد أباها خلاص بالكريستالات شيء ثاني خلاص أمه طيب لا تغلط لا تدوري خليني بس آخر شيء شوف أمام أكيد مع عمار عمار يعرف وين لا عمار خاف شغل أغنية أسمر يا حبيبي كنت شايف معنا بس ما أدري أمام ترى هذه قلبة بالسيراميك بسيطة يعني مو هذه كذا شوفوا اللي شعرهم قصير زيي ومقصقص تسوي بس كذا شوفي كل اذا سويتي بال اذا شعرش مدرج يطلع قلنا اذا شعرش مدرج يطلع خايس بس بوريش الان طريقه انت وياها شوفين كذا هاك طيب تنزلين شعرش لورا الله يستر على ارحبي عدسات لنسمي دقيقه دقيقه بنات ما اقدر اقلب وجهي عشان كذا بابا. شو ما سويت ويف ولا سويت شيء
يصير شعر جبول اليوم. بس إذا كان مدرك إذا ما ك... يعني شوفوا ببساطة بشيء بسيط سويته يعني ما أخذت وقت. أوكي؟ وبعدين السب... هذه ما سويتها الشد. بعدين بنات لحظة لقيت الثانية عشان الثانية حسيت ما قهب وليم كذي شكلي ضحك ماش بنات. ترى أنا بالشعر أفضل من الميك اب تدرون وربي يبي لي بين فترة وفترة أسوي لكم نصايح. يلا السيراميك وين؟ آه بغيت أنحرق. السيراميك عادي اسمها من برام يعني مو شيء واو يعني حلو بس يعني في خليني ساكتة خلاص طيب. استحي اسوي الحركات دي. يلا بس قاعد اسوي لحظة موجودين تكفون بدخل عليهم كذا قولوا بدر العنزي موجود بنات بدر العنزي بنات السبري ده يموت يثبت الشعر بشكل فظيع. ليش خبيت الأسد ضد البدرة بقلبش اليازي يا جماعة أحبكم أحبكم عجبكم اللوك ترى أول مرة أرسم زي كذا تخيلوا ناوي أسوي للهالوين استغفر الله إيش هذا ناوي أدخل في الرسم السينمائي. المهم البلوزة إيش فيها؟ ناوي أدخل في الرسم السينمائي لأني أحب أرسم بس ما راح أبدع كثير بس أنا مبدئياً حجرب ذا الزبدة. فاللي ناوي عليه وشو دحين أنا إني وشو إيش كنت بقول إيه بسوي لكم بيني وايز المهرج مع راسه شاري راسه من أمريكا والله ما جبته من أمريكا عبث التيشيرت إيش فيها يبيني لابسة بجامة تحت الروق عيب ايش ذي الالفاظ عيب بنات ايش فيكم انا اليوم رايحه فاضي تكون مره كويسه بدري ابغاك يلا 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 قولوا لي ارسل لي قولوا لي ارسل لي بسرعه قولوا لي ارسل لي لحظه بجهز الاغنيه مقفل انتي فتحت التيشيرت وش فيه لكم باين شيء في شيء وسخان يعني البس سلسال بنات ايش فيه يلا ارسل شنو هذا الجني الكيوت؟ شو 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 شنو هذا الجني؟ ها؟ ما اسمع شنو هالشبح اللي حيلك كيوت؟ اوكي تيشيرت وسخان معلش بس مع الترتيب توني شوف الان قستك تخيل شنو هذا؟ شنو الحركات والبركات؟ قاعدة اتفنن زهقانة قلت خلنا نرسم
سمعت ترى هذه أول مرة في حياتي أرسم رسم صدق على وجهي والله أمانة مو مخيس أحسك ما تبغى تزرح مشاعري سمع بالله حلو والله والله تعب اي اول حكم تمسحين الميك اب اقول تعبت عليه لا ما نبي بمسحه شيء خير لا يا الله امسي والله والله العظيم امسى دم حتى متابعين اشتاقوا لك والله العظيم سكتت والله انت والله والله العظيم امس ادورك حتى متابعين اشتاقوا لك والله العظيم سكتت والله انت ما انقطعت ليش مسويه كذي رسم انا عبالي جاكيت بدور عندي طايح عليك يقولون بثكم عادي القطه شو زفت قول ما يشوفوني ما يشوفوني بطلع ورجعوني يعني مدخلين تغصب وتقد قطات خايسه تشوفوني بنات انتم ما تشوفوني ولا تستهبلون علي بنات انا قاعده اشوفهم اليوم وهم يشوفوني ايش السالفه ورب الكعبه والله وحشتينا الله الله شال ستايل شال ستايل انا راويك رقم زيرو ما يجوا شايل جمال ماذا تخيلي اليوم رحت اول يوم جيم لا اله الا الله انا بحط غنية بدر بسالك سؤال ميار هلا من ساحب فكك عادية عادية قطع عادية حلو والله حلو والله حلو خلوني حتى والله العظيم وحشتيني وحشتيني وجيت أسأل ومنني على بالك على بالك عسى ما شفت عسى ما شوف السناب هي تخسي انا مع ميتة انا مع ميتة عادي طيب لا انا مع ما العب الابن ميتة اسمعني خلاص وين كنت حبيبي قاعد قطعنا عيال بالسناب انك قاعد شاد حيلك بالجولة يلا لازم اصدقك شوف سناب شوف سناب خلاص خلاص خلونا مع المتابعين بدر بدر هذا اللي على جنب بدر اللي على الجوال بدر الحسنان بدر هلا هلا والله هلا هلا بدر الحسنان مثل ايش مغير رضوان يا حسينان ما بدر الحسنان تزقرك انا بلا بس ما برد عليها انا بس انت ارد عليك ما شاء الله بدر الحسنان هم ما يسمعوني ولا مقطع نسمعك لا بلا نسمعك ما يعرفني تبين شيء يقول حق ما يدخل ما تقول لي هذا طه ميثا اسالي اليوم روعته ولا لا بدر حسينان وايد روع مالت عليك وعلى شكلك روعت قالب علي لا تروعت ميار ميار ما شاء الله ما شاء الله ميار تبارك الرحمن مبدعه مبدعه اول ما جبت ميار والله اول ما جبت ميار نمونك الزود بس انت سميته والله العظيم والله ما اكذب عليك راحت الروعه تبارك الرحمن ترى اول مره ارسم يعني ميار شلونك
والله الحمد لله خلاص من لقى احبابه نسى اصحابه. من لقى احبابه بغيت احبابي صوتيه طلعت لما دشيت سويت واحد ستين ورده واحد ستين احكام ابو احكام واحد ستين احكام 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 الدبل 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 جوله ولا جولتين؟ جولتين من دق عليك الحين الدبل يا جماعة شدوا نبي نفوز نبي نفوز نبي نفوز مشان خاطر هيدا الجمل وهيدا الطعب اللي تعبته اليوم بدي أفوز. شو شنو وقع هاتو ما سيكم مرع أو تينا شو شنو وقع يبغالي تحديث مع الغالي الدبل 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 كيف؟ علمني علمني كيف؟ أنا أديك بالدبل ليش ما تردين؟ صعب ما أعرف ما كنت حاطة 100 سؤال ميار تقول فاتيري ميار بارك لك بشو حياتي؟ رحت الجيم أول يوم تخيلي حتى تشوفي الأكلة دارك شوكليت أشرب زنجبيل لا من يوم أشرب زنجبيل أكلت سلطة اليوم تغديت كم يوم كم يوم كم يوم كم يوم إن شاء الله بس ما لا تروحي كافي أحس كافي ضعفت يا وانا بكرة أوف عندي إيه زين توي سبحان الله اليوم أول يوم بكرة أوف اليوم أول يوم بس أوف والله كف حبيت ميار ما قلت عمري شو اسم الجيم لاني انا بروح احب كذي اول يوم اروح جيم ثاني يوم اوف ما اقدر اقول اخاف يكفطوني يا اختي رحت جيم ما فيها احد احسن بقولش بسناب صدقتي انت ايش هذا الجيم اللي تروحين اول يوم لا تفضلون بنت روحوا سناب فوق انا ما في فيديو كول يا اخي انت ايش فيك؟ حتى مني ريلاكس ريلاكس شوي ما قاعد اغار انا بس قاعد اقول لك كل شوي سناب سناب قاعد بطلين جوله قاعد اسولف عطني كف عطني كف عطني كف خسي ما يخسني ما عاش اللي مديده عليه شوف خسي اكيد تخسي انا اقول لك تخسي مو انت تقول تخسي انا قلت انا قلت انا قاعد اسمع امس يعني انا قاعد اقول انت ايش تبي انت شكو انت ايش تبي تخسي والله كيوت هو يدافع اوكي اللي مس ميار يمسني بالتيك توك اللي يمس ميتة اللي مس ميتة ميار يمسني تخيل لك شيء بدر تدري ان انا لما تهاوش ما حد ثاني ها الو 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 سكور سكور فارس فارس ثانكيو سو ماتش حياروني صالح قلوب اوبن ذا نكست ويندو بليز اسكيوز مي اسكيوز مي لا تروح على الجولة ميتة شنو هذا شنو هذا شنو وراك هذا ايباد تعبى يبات الكبر تدرابه دمت خفيف والله طبعا ارحب يا ابو حميد كبسو ليش صار هنا 18000 لايك كبسو جماعة شكم شكم شاينا شنو شنو شاينا تاكم مستمتع بأسئلة تم تم يلا اسألي يلا أنا أبلش؟ بلش أيوه أنت بدأ قولي والله تحذير يا أخي بقول لك شيء تخيلي توا ياني تحذير لأن أولنا شافوا التلفزيون سكر التلفزيون طيب ليش شنو التلفزيون منو؟ أسأل منو أي أحد؟ أسأل أي أحد يلا يعني كده يا أسأل ميتة تفضل ميتة أنت ليش حلوة من غير مكياج؟ عاد تخيل انا اليوم مش حاطه مكياج
كيوت الله ما تنتشر بدون مكياج الله مش قصدك يعني انا مو حلوه بدون مكياج صح؟ والله تسلم عيونك مع هذا وبدون وجه نفسك انت 60 وردة 60 وردة يلا اسأل بدر دورك بدر دورك اسأل 60 وردة 60 وردة 60 وردة 60 وردة في 60 داهية بس يلا 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 بدر اسأل يا حبيبي بعدين اسأل وردة يلا سمعني اغنيتك بدر في 60 وردة في 60 وردة ايوه طق اصبع حيك يا فارس حيك 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 دايما بعد ما بعد فارس تكي فارس دايما فارس مع فارس مع فارس حيك يا فارس فارس يا فارس قاش ما بعد ما بعد ابتدى اللي يروح والله يا عمري يا عمري يا روني بيض والله كمل عمر والله ليفل يا فارس مبروك عمري يعني الريبورت الله يسعدك والله يا جماعه الحكم الاول بدر الحكم الاول ريح 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 بس من بالله حطيت ليمون بعينك ما سوى عليك حبيبي بدر ما الذيب يلا تعال يا عمي ياكلهم كل شيء والذيب بعد اكلهم تخيل وين الذيب كان بدر ودار ما ياكلهم الذيب شوفي نص ذيب نص ذيب تكبيس تكبيس وين لعبتنا مليون هلا لعبتنا وينها اي لعبة يلا اسئلة يلا دور السئلة اسئلة مليون انا اسأل قاز مع بعض اوكي بدر ايش تخصصك منو اي بدر اكيد ادارة اعمال انت اكيد ما راح اهتم لا إدارة أعمال إدارة أعمال ما سمعت أدري هو أنا قاعد أجاوب بداله فارس يا فارس إدارة أعمال بالجامعة العربية المفتوحة حيك يا فارس حتى نفس جامعتي تخيل بس ما كملت دراسة أنا تقول أنت مهم حلو يلا دوركم بدر أي حلاق تحلق شنو 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 شو قال شو قال دورنا عليه اليوم بدل ما يار ماكل الذيب يا جماعة انتبهوا من الجحفل سكور يا عمي جحفل قاعد يدعم يكبس تدريجة يلا نروح يلا نروح يلا انت من شداد يلا روحوا جيرتك من وين ها جيرتك الحسينان شو سر جمالك والبنات جمالك. كلهم والبنات كلهم يبون يتعرفون عليك ميار انت شلون حلوه مني ومني انا ماني فاهم مكياج حلوه بدونه حلوه قاعد اسوي لك معاك اي قاعد اصور ترند الصراحه عيونك الحلوه عيونك تشوفني حلوه ولا انا عاديه احمستيني يا جميله مو عارف ارد عليك انت محر... انت احراج انت بكبرك احراج مع نفسك احراج انت انت شو من تحل احد جاب صوبك؟ انا اشكركم بدحتوا بعض الله وما حد مزحلي ارحب يا سعاطير روني يا قلبي يا روني جايز اخر الثواني جايز اخر الثواني اخر الثواني اخر الثواني جوله براند والله ياسين جوله والله العظيم ياسين جوله صدق يعني الصراحه يعني انا ام سو سوري يعني سلايش سكتهم جوله كامله والله قدام نسولف نسولف نقول اي شيء ما نسولف الحكم الاول ما حد ينطق بحرف احنا نسولف ولا حرف ولا شيء اقول 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 جوله ثانيه خير اي هذه ثانيه فزنا جولتين ايش فيك لا لا حبيبتي صباح الخير صباح النور جوله ثانيه قول والله لا فاز جولتين والله جولتين يلا خلنا نذكر جولة كاملة يلا يلا تكتب بين ايوه شو اخبارك دقيقة 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 طيب دقيقة ولا نفس تبين اوريك صورة بدر؟ اي وريني صورة قديمة زين الله يسلم عليك تخيلوا ان هذا بدر متخيلين ان هذا بدر يعني انت شو كانت لي سايلك وع سايلك زفت سايلك حيل زفت تخيل يعني انا لو اطلع صورك اللي قبل
والله العظيم تنقد على روحك. لا بأس لا بأس مقبول. أي لا بأس أي لا بأس أي لا بأس. لا تضحكين علي قط لا تضحكين. والله لا أوريك. لا خلاص بس قد. يلا شوف شوف. يلا شوف يلا هذا وين هذا وين يعني لا وأنت صغير ولا أنت كبير أنت ليش عايش؟ أنت حق شنو عايش؟ يعني لا زمان ولا دلوقتي. أنت مين؟ أنت منو؟ أنت منو؟ يلا اسكت أنا أوريك الحكم الأول. تخلي يفوزون يسكتونا بعدين. منو؟ صعب عليهم صعب عليهم بدر مايور مايكل مذيب. انتبه شباب خذوا لي لقطة يا جماعة. دبل أنت الحين خلي أصابعك طول بعض الدبل. الدبل 60 وردة 60 وردة 60 وردة حصانة راح يسولف حصانة. ورد 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 شغل أغنية لحظة شغل أغنية 60 وردة ما أنت ما تقدر تسولف ما تقدر تسولف دبل بدأ دبل يا جماعة بدأ دبل دبل الدبل شباب بدا دبل اسمع بدا دبل اوب يا صالة ارحب يا سارة ارحب ارحب يا سامي مع الضحك مع الضحك مع الضحك عيوني يا سارة احبك يا سارة مرة موت عليك دايما اشوفك بثي الله يعزك يا رب والله لو تنزلين لي انا اشوفها من الشاسر هلا لبيه ضحكة شنو هالضحكة ضحكة شنو هالضحكة اعلى اعلى مين تبون بومبا انا وانت؟ لا هم قطة عليهم والله هاي قطة طيحتها ما في قطة ما في صايد سوري الحكم الاول تسكتون مرة ثانية جولة كاملة ابي هدوء اليوم ابي هدوء انا ما ابي اسولف انا بسولف مع ميار اي ميار شلونك شو اخبارك؟ والله الحمد لله شو اخبارك شلونك؟ والله انصدمت انا اليوم دشيت البيت شفت سي سولفك ورب الكعبة شنو؟ اوه ميار زايرتنا انصدمت والله شوفي توقع شو الشيء اللي شافك وشو يا رب مو شيء سيء الله صدمت صدمت بعد يقول اح ميار يد ميار يد عندنا مستحيل انا لي هالشيء بوي الله يسعدك يا رب ليش مبطل لايف ما ترد علي ما ترد علي يا الله تبون ورده اكمل لكم الدبل I love you. Timano Bomba Bomba Timano Bomba Bomba Timano Bomba Better Arrekam Better تسمعني Welcome Nine Welcome Better أنت مرة كيوت الصدق منو أنت يعني اكتبولي في الكومنت أن أنت تتجنن فعلا أنت تتجنن شكرا كلامك دائما حلو الله يدخلك الجنة